برحب بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب اهلا بيك دكتور اشرف منورنا اهلا بيك, أهلا يا بيتر. بيتر واهلا بكل الاخوه المشاهدين في كل مكان اهلا بيك بذكر حضراتكم احنا ما زلنا في سفر الخروج ما زلنا في دراساتنا بالتحديد في الضربات العشر خدنا المرة اللي فاتت وقفنا قدام الضربة الأولى والضربة الثانية ضربة تحويل الماء إلى دم وضربة الضفادع لكن سؤالنا الحلقه اليوم هو سؤال يمكن يكون مفاجئ للبعض وممكن يكون بيدور في اذهان البعض بس ما عندوش الجراه انه يسال او يكون بيطرح السؤال ده هل الله عادل هل الله يميت ويحكم بالموت على اطفال ليس لهم اي ذنب هل الله قاسي ان يميت كل بكر من ابكار المصريين هل هذه هي الصوره الرحيمه من قبل الله ان يستيقظ الاب على موت ابنه بجواره في الفراش سؤال صعب وسؤال تقيل وسؤال يعني بعيد كل البعد عن صوره الله اللي في اذهاننا ومحبه ربنا اللي شفناها في يسوع المسيح الرحيمه المتواضعه اللي كلها حب للبشر. قبل ما نخش على الاجابه اللي هتاخد تقريبا حلقتنا او 3 تربع وقتنا في الحلقه على هذا السؤال خلينا نكمل مع بعض الضربات بالترتيب كنا انتهينا اسيس اشرف عند ضربه الضفادع آه النهارده آه بنكمل ضربات آه العشر آه ممكن نكون بنبدا بضربه البعوض زي ما أنت قلت يا بيتر السؤال ده أنا حطيته على الفيسبوك وجات لي إجابات كتير وهقول الإجابات اللي جات لي كمان بس لما نيجي نجاوب لما نيجي عندك عند على السؤال ده لكن كمان عايز أذكر الإخوة المشاهدين دايماً آه برنامجنا مع أنه برنامج دراسي في كلمة الله لكن ده ما بيمنعش أبداً أن احنا يساعدنا ويشرفنا أنه لو في أي واحد من الإخوة المشاهدين أو الأخوات آه المشاهدات محتاج لصلاه اكيد يمكننا ان نصلي معه ونصلي له سواء في ظرف صعب سواء في مرض سواء في لانه الكتاب يعني بيعلمنا ان احنا نحمل اثقال بعضنا البعض وجزء من الحاجات الكويسه اللي الكتاب بيعلمها لنا ان احنا نصلي لاجل بعضنا البعض فانا همين. يعني يمكن حد يقول لا انا مش هتصل بالبرنامج عشان البرنامج كله اسئله وكله دراسه كتاب لكن انا عندي احتياج شخصي لكن احنا بنرحب حتى بالاحتياج الشخصي نحن نرحب به لانه كل المشاهدين غاليين جدا عندنا ويهمنا حياه كل واحد فيكم امين وحاجه كمان ثانيه بنوه عنها وبلفت نظر ليها لو انت مسيحي ما تحرقش انك تتصل تسال لو مش مصدق حاجه او مش قادر تقتنع بحاجه في الموضوع اللي احنا بصدده، لانه مش علشان انت مسيحي يبقى انت كل سطر في الكتاب المقدس مصدقه ومآمن بيه وفاهمه، لا كلنا عايزين نفهم وكلنا بنسأل مسيحيين قبل الغير مسيحيين، واللي هي سيس اشرف معايا صح اكيد صح. يعني طبعا أكيد. بنرحب بغير بنرحب بكل مداخلاته بأي مم. اسئله ومداخلات آه نرجع للضربه ضربه البعوض وهي مذكوره في آه خروج ثمانيه وانا ممكن اقرا النص الكتابي علشان يبقى واضح آه، على قد ما احنا بنحب التكنولوجي على قد اوقات كتيره ما التكنولوجي بت ايه ليها مواقف بايخه يعني, يعني. <applause> آه يعني مواقف بايخه ففجأة كده الكمبيوتر يعني عمل كده حركه شويه مش ناضجه يعني المواقف يعني لكن هوفلي ويل ستارت سون لكن خلينا اقرا النص الكتابي ثم قال الرب لموسى في أصحاح 8 ابتداء من عدد 16 ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر ففعل كذلك مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر وفعل كذلك العرفون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا دي الضربة اللي وقف عندها الصحراء بتوع مصر ما عرفوش يعملوا حاجه كويس وكان البعوض على الناس وعلى البهائم فقال العرفون لفرعون من صحوبة قالوا له ايه هذا اصبع الله بمعنى انه احنا بعد كده احنا مش مسؤولين اللي احنا شايفينه ده احنا ما نقدرش عليه هذه اصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب دي دي ضربه البعوض واللي فيها بدا الصحراء يحسوا انه احنا قدرتنا لحد هنا وقفت احنا لا نستطيع ان نجاري قدره الله وعلى فكره نقطه مهمه قوي في الضربات حابب اكدها لم يكن غرض الضربات انه الله يظهر على انه اقوى من الهه المصريين يعني مش ده الغرض لانه مش محتاج يعمل كده لان دي اوثان يعني هو مش محتاج يعمل كده لكن الفكرة الأساسية وراء الضربة هو أنه يضعف روح مصر يضعف المصريين فيتوقفوا عن استعبادهم للمظلومين والمأسورين واللي موجودين في مصر كشعب بني اسرائيل م. فده الغرض غرض الضربات مش انه اه هي انا يعني اقوى منك اه ربنا اكبر من كده أكيد. لكن غرض الضربات انه مصر تتوقف عن استعباد وقتل الابرياء من الاجناس الاخرى وبشعب بني اسرائيل ويطلقوا شعب اسرائيل انه يجعلوه يعود الى الى ارض كنعان ده الغرض الاساسي م. فدي كانت الضربه ضربة البعوض بس غريب قوي أنه برغم أن السحرة نفسهم عجزوا فمفروض يعني فرعون كان التفت نظره أنه أنه يعني فوق أنها ضربة لا ده كمان السحرة عاجزين عنها وبيشاوروا على أصبع الله ما هو يعني. السحرة هم بيخدموا الألهة كويس وفرعون إله فبالتالي هو لا ينظر إليهم على أنهم يعني عندهم الإجابة على كل حاجة هو ينظر إليه على أنه هو شخصه كشخص هو صاحب القرار مش هم مم. هم ممكن ينصحوا لكن هو صاحب القرار هو الاله من يستطيع ان يقول له ماذا تفعل فده كان ده كان الفكر اللي عنده. ننتقل للي بعد كده ضربه الذبان أه. او الذباب آه الضربه دي ايضا جت مباشره بعد ضربه البعوض ويقول لنا هنا بس سم... حضرتك ما قلتناش حاجه مهمه حضرتك قلت من شويه ليست الضربات العشر هي اللي اظهار قوه الله وعضلاتي انا اقوى منكم انا انتوا يعني ولا حاجه لان الله اكبر من أنه يعمل كده فلمن كانت ضربه البعوض ما هو ضربه البعوض للمصريين اه يعني لانه من هنا من هنا بدات الفكره ايه من هنا الاول قبل كده مثلا تحويل الميه الى دم اه ناخدهم ماشي تحويل الميه الى دم هنروح نحفر ابار في حته ثانيه كويس؟ آه, آه متعبة ومش حلوة وريحتها وحشة بس حل بس ما بدأتش تلمس جسدي اه اه فاهم؟ آه. يعني 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 ما, ما بتؤلمش وهوجد الحل هوجد الحل اه الضفادع صوت عندي ضفادع في البيت هعمل ايه؟ هقف هنام وانا واقف يعني يعني آه ماليا السرير تحت آه. السرير في المعجن في في, في كل حتة اه, آه يعني آه 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 مش حبيبها يعني اريتيتد uh, للشخص مقلقه للشخص لكنها ما مش مؤلمه م. تبدا بقى الضربات من هنا تؤلم من اول ضربه البعوض البعوض البعود يعني يعني انت عارف لما الواحد بيقف على على البعوض بيقرص كمان م. فبدات هنا الدنيا تبقى ايه شويه ربنا بياخذهم واحده, واحدة بيشتد تاني. لحظة بقى. اه, آه خطو بدات خطو. الشده تزيد مم. مم. فبدا يبقى في نوع من الالم الجسدي نوع من الخساره الماديه بعد كده هنشوف آه نوع من الحزن على اغلى الاشخاص آه فكانت الضربات بتزداد في قوتها وفي كثافتها هل كان يعني في موت في الضربات دي يعني هل في ناس ماتت في الضربات اللي فاتت آه الضربات اللي فاتت ما نعرفش يعني الكتاب ما ذكر لناش يعني يعني هل مثلا واحد آه شرب ميه بدم هل حصل له حاجه ما قالناش, ما قالناش. لكنه بعد كده بنجد انه في في ضربات كان فيها آه يعني آه آه الم اكتر يعني مثلا البعوض آه يؤلم اقل من الدمامل يعني كامراض ممكن آه. سببت امراض بالضبط او م. الدمامل اللي في ايدك دي يعني يكون يعني عندك طفح في جلدي آه غير ما تقرسك ناموسه أو بعوضة يعني مم. الدنيا مختلفة مم. فبدأت الكثافة بتاعتها تزداد مم. والإنتنسيتي بتاعتها أيضاً إنها تبقى مم. مؤلمة أكثر للشخص مم. تزداد مم. يعني فلو رحنا إلى الـ 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 ضربة الزبان. الذبان الذبان لو رحنا إلى هنا خلينا إيه أرجع للنص الكتابي الضربه دي بقى هي الضربه الاولى خروج 8 اللي... اه خروج 8 الضربه الاولى اللي بدا ربنا يميز ما بين ما بين شعب اسرائيل وما بين المصريين مم. احنا عارفين انه شعب اسرائيل كان في منطقه اسمها جوسان وهي منطقه الدلتا مم. كويس يعني عند الدقهليه والمنوفيه والحته اللي هناك دي لان هي دي قطع الجزء ده اللي كان مشهور بالرعي وال... وال... وال وال وال, وال... ال... الخصوبه مم. كتير انما المصريين كانوا موجودين في اماكن اخرى كثيره كويس فهنا يقول لي ليه في إيه؟ الضربه دي بالتحديد ربنا إيه؟ يميز ليه في الضربه دي بالتحديد بدا ربنا يميز لكي ما يعلن انه آه الـ 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 انه دول شعبي مم. يعني لما هو لو لو القلم جاي على الكل طب ما احنا احنا كلنا الرساله متلمين. مش هتوصل الرساله مش هتوصل آه. لما ابدا بقى أميز يعني هنا واقول انه لانك انت بتظلم بني اسرائيل ولانك انت بتستعبد بني اسرائيل فبدا ربنا يميز ما بين دون ودون يعني الميه جت على الكل والضفادع جت على الكل والبعوض جه على الكل نيجي هنا بقى نقول ايه ضربه الذبان ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون كويس وقف امام فرعون انه يخرج الى الماء وقل له هكذا كل رب اطلق شعب اللي يعبدوني فانه ان كنت لا تطلق شعبي فانا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وايضا الارض التي هم عليها ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم اني انا الرب في الارض، الاله الذي يستطيع ان يميز ما بين مكان ومكان هو الاله الذي يستطيع ايضا ان يعلن انه هو اله الارض. كويس يعني ففعل الرب ففعل الرب هكذا فدخلت الدبان كثير الى بيوت بيت فرعون وبيوت عبيده وكل ارض مصر خرب خربت الارض من الذبان، طبعا احنا عارفين الدبان غلس يعني دايما يقول الدبان عنده شورت ميموري عشان كده تهش ويرجع تاني لكنه غلس لما يكون بقى عندك عندك انت مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه واحنا عارفين ان في مصر فيه زباله آه، كتير نتيجه للجو ونتيجه للزباله ونتيجه للاشياء كتيرة لكن لما آه يبقى بقى مالي كل مكان لا انت تقدر تنام ولا تقدر آه تاكل ولا تقدر تشرب ولا تقدر يعني آه عذاب. آه عذاب بدا هنا الدنيا تبقى عذاب آه. يعني في كل الامور بدا الـ الـ الذبان فعلا يبقى عذاب لبني اسرائيل بس الاول مره في الضربه دي كمان مش بس الرب يميز ما بين شعبه وشعب مصر لكن نلاقي ان فرعون طلب من موسى كمان انه يصلي من اجله صح هل ده كان طلب صادق من قلبه ولا نتيجه انه رجع في كلامه بعد كده فرعون بعد رفع الضربه من قبل الله ما هو ما هو فرعون بدا يعمل الحاجات دي كانت حلية صلي يعني. لاجلي اوكي نصلي لاجلك فترفع مم. هو بس لانه ايه عايز عايز منفذ مم. بس اول زي زي مثلا نكون واحد في ضيقه وبعدين يقول يا نقول رب انجزني ربنا ينقذه آه وبعدين يرجع مع السلامه شكرا انا خلاص طلعت من خد الامر خلاص آه آه الامر خلص اه اه, آه فالفكره الاساسيه انه كل الضربات دي ما كانتش بتقسي قلب فرعون كان بيزداد قساوه هو ما بدأش كده غير من الضربه الرابعه بالظبط يعني هو بدأ الضربه الرابعه طبعا بدأت ايه آه يعني يبقى في ضغط عليه حتى من الكهنه مم. يعني يعني الكهنه بداوا يضغطوا عليه انه لا انه في حاجه لازم يعني. لازم لازم نقف آه. في حاجه ما ينفعش نكمل آه فبدا من هنا آه شويه يجد انه عبيده بيقولوا له حرام عليك كفايه الارض بتخرب احنا تعبانين مش قادرين نكمل كل يعني, يعني دي. طلب فرعون بالصلاه, بالصلاة من اجله من من قبل موسى ليس ايمانا بموسى لا لم يكن ايمانا بموسى ولا لا. بقدره موسى ولا برب كان طبعا ايمانا بقدره رب موسى يعني انه رب موسى يستطيع بما يعني. انه موسى هو الذي اتى بهذه الضربات فايضا يستطيع انه يرفعها يعني ده دليل على انه عرف انه في رب لموسى قوي آآ آآ بالتاكيد بدا يلاحظ انه الهه المصريين اضعف من اله العبرانيين لذلك طلب منه كده لذلك طلب منه لانه كمان. لو لو هو معتقد لسه انه الهه مصر قادره والصحراء قادرين كان قاون. كان كمل لكن هو ما كملش بالرغم من انه رجع في كلامه بالظبط والصحراء نفسهم انسحبوا السحرة بداوا انسحبوا من الموقف مم. لانه الموقف بدا يبقى متعب بالنسبه لهم مم. مش مريح الوباء في المواشي الوباء في المواشي ده بقى اللي هو بدا يبقى الخساره الماديه في الاكل بقى خساره ماديه بقى خلاص انا عندي بقره اثنين آه. آه. وعلى فكره المواشي هنا المواشي اللي ماتت هنا المواشي التي في الحقل يعني لانه بعد كده في مواشي هتموت فيقول لك فالبعض يقول لك اه طب ما ازاي ربنا قتل المواشي وبعدين يجي يقتل المواشي يعني يعني دي في عيشهم يعني بقى يعني اه, آه. فالضربه دي كانت لما نروح هنا انه ابتداء من عدد اصحاح تسعة وعدد واحد كويس بيقول الكتاب ايه ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعب ليعبدني فان كنت فانه ان كنت تابى ان تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل خلي بالك المواشي هنا فين في الحقل يعني اللي موجوده في البيت ما, ما ماتتش مش هتموت طب ايه الفكره لانه فيما بعد هتموت برضه مواشي اخرى. يعني 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 ليه يعني ليه لانه في لانه يعني. لانه ربنا لما بيبدا الدينونه ما بيبداش من الاخر. م. يعني يعني دايما لما العقاب آه بيبقى متدرج. م. فأوكي انا هخسرك بس انا هخسرك جزء مش هتخسر كل حاجه دلوقتي. م. على اساس انه ممكن تدرك تفوق. وتفوق يعني ودي جزء من رحمه ربنا م. لانه اوكي لو انا مطلع بقى البقره بتاعتي ولا العجل بتاعي في الحقل بياكل ولا شويه اغنام في الحقل وبعدين خلي بالك هنا ربنا أنظرهم يعني ايه؟ لما يقول له انه تكون تكون يد الرب على مواشيك التي في الحقل على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وباثقال باثقال جدا ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين دي مم. تاني مره هي يميز فيها فلا يموت كل ما لبني إسرائيل شيء وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض يعني ربنا كمان مش بس قال إنه هيعملها ده اداله وقت على أساس إنه أي واحد ممكن يتحذر يعني لو واحد بيسمع الكلام ده في البيت بتاع فرعون وعنده مواشي في الحقل المفروض يعمل ايه؟ يروح ويدخلها وما يطلعهاش بكره من الحقل يخليها جوه البيت محفوظه فالرب اداله يعني المواشي مواشي العبرانيين اللي كانت في الحقل لن تموت لن لم تصاب, لم تصاب بالوباء لم تصاب بالوباء مع انها كانت في الحقل مع كان معاها الحقل يعني لم تصاب بالوباء مكان واحد ما الرب بقى يميز ما يميز ما بين حاجات الاسرائيليين وما بين حاجات المصريين كويس وهنا يقول ايه ففعل الرب هذا الامر في الغد فماتت جميع مواشي المصريين وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد وأرسل فرعون وإذ مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق شعب يعني فرعون عمل إيه؟ أنه تأكد عارف أنه المواشي بتاعة المصريين ماتت فحب يتأكد هل الرب صادق ولا لا فبعت ناس يشوفوا المواشي بتاعة بني إسرائيل فليه المواشي بتاعت بني اسرائيل لم تمت؟ مش بقى يدرك ان الله هو سيد الارض، لا يقول الكتاب فغلظ قلبه، اغلظ قلبه اكثر واكثر. هنا فرعون اغلظ قلب هنا فرعون اغلظ قلبه. زي ما حضرتك اشرت في الحلقه اللي فاتت. يعني احنا اتكلمنا المره اللي فاتت انه 10 مرات 10 عشر مرات, عشر مرات هنا و10 مرات هنا. خمسه. لا 10 و10 10 و10 لان التوتال كان 20 كان التوتال 20 بالظبط ال10 الثانيين العشرة 10 التانيين اللي أغلص فيهم قلب. انما الخمسه مرتبطه بالضربات بالضربات قصدك ابتداء من الضربه ال بدا يقول الكتاب ان الله أغلص, أغلص قلب, قلب فرعون انما من واحد لخمسه كان يقول لنا الكتاب ان فرعون اغلظ قلبه أو, بال... هو او زي ما قلنا تركوا الى قساوه قلبه تركوا الى قساوه قلبه قلب. يعني. لانه قساوه القلب ليست فعل مباشر من الله هو فعل م. الله غير مباشر القلب. نتيجه م. نتيجه القسوه اللي عنده ونتيجه م. عدم الاستجابه مع الوقت بيبقى م. اكثر في ضربه المواشي م. في حضرتك يعني اشرت انه انه كان في الهه للمصريين بتشير للمواشي دي تقريبا او بت او رموز لها اوكي هل الضربه موجهه للمواشي بسبب ضرب بالتحديد الالهه اللي بتعبد من قبل المصريين لهذه المواشي اللي على رمز التماثيل بتاعتهم بكل تاكيد وانا هوريك جدول آه. آه. هوريك جدول معمول للجزء دوّن بيوضح لنا اكتر الفكره دي انا عارف اللابتوب بتاعك شويه آه هو خلاص اهو بدا ايه بدا يشتغل فتمام آه. كويس بس مجرد ان انا اوصله لل, لل... آه. آه. تمام للمخرج ايوه هي... هيشتغل على طول احنا عندنا النهارده ضربه بقى جديده ادي آه ضربه الكمبيوتر ضربه ال 11 دي اوكي تمام كده فاحنا لو لو بصينا على الجزء ده الجدول ده اه, آه. 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 الجدول ده بيورينا او يعني م. بيورينا بالظبط الالهه الضربات والالهه اللي قدامها اه فكل ضربه موجهه الى اله من الهه المصريين ممكن واحنا عارفين بالظبط ماشي واحنا عارفين ان المصريين كانوا بيعبدوا اكثر من 500 اله يعني الاحصائيات م. وعلماء الإيجيبتولوجي العلماء المصريين او المصري التاريخ المصري القديم بيقولوا لنا بي... بيعدوا الالهه دي و... و... ويعرفوا اعدادها دي ايه م. فعندنا النيل كان الاله بتاع النيل كان اسمه هابي او حابي او حابي يعني كويس وقد اطلق المصريون القدماء على نهر النيل اسم الههم حابي كويس ده الاله الاول لانه كان مصدر الخير بالنسبه لهم واحنا عارفين كمان انه يقال كان يقال انه مصر هبت النيل خخ خخيت او جسد امراه ده الضفادع ده جسد امراه براس ضفدعه وهي زوجة اله الخلق قنوم كويس وده ده برده اله زي الخصوبه التكاثر وازدياد النسل والبركه الى اخره الذباب والبعوض الاله خبر أو إله القيامة والمتمثل في الخنفسة الطائرة اللي هي الجعران الخنفسة اللي, اللي بتطير كويس ده الذباب والبعوض الوباء وموت المواشي عارفين انه ابيس طبعا ده اللي على صورة عجل وبوتشيس ومينيوس ودول كلهم رموز ليهم يا إما جسد عجل أو رأس عجل أو أخره وكان يعتبر أيضا إله القوة الدمامل أم حطب إله الطب والشفاء وسخت إله الوباء والشفاء يعني كان م. في إله للطب وإله للشفاء ناخد مكالمة تليفونية طيب ون ونرجع تاني معانا أخونا جورج من كندا أهلا وسهلا بيك سلام الرب يسوع أخي بيتر سلام معك أهلا بيك والسلام لحبيبنا الدكتور أهلا وسهلا أهلاً أخي جورج الموضوع الشيء. أنا من المرة دائما لما أتكلم أتكلم بسرعة وأحاول أوفر وقت للآخرين ربنا بعض النقاط ولو حتى بكتبها بنساها أنا بس كنت بدي أقول بدي أ.. 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 أقول عن السؤال اللي سأله الدكتور عشر بالنسبة أو أنت سألت أخ أخي بيتر أنه هل الرب ظالم بأنه يقتل أ.. 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 أبكار أ.. أو الذي ال.. 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 ولد أ.. الوليد الاول مثل ما يقول في العائله آه البكر البك طبعا إيه البكر طبعا البكر في مم في كل عائله انا ما اعتبر انا اعتقد ان رب كيف تحصل العمليه العمليه عمليه ايمان مم آه المؤمن عدم المؤمن طبعا راح يجابه ب بغضب اكثر ومش انه عشر ضربات ولا مئة ضربه راح يتعلم لانه ما راح يتعلم لانه ما عنده ايمان انه في الله حتى و واذا تعلم تكون عمليه سياسه مبدئيه انه كذب م ومنافقه مثل ما عمل الفر الف الفرعون نفسه ال مع موسى انه عمليه بس ربح الوقت ويشوف بعدين انه كيف يستغل بس شاف انه الضربه ما عم بتروح عم ضربه اقوى لبين ما يتعلم مثل ما يقول يترك بس الموضوع مو لهذا اللي اتصل فيه انه الرب يسوع الانسان المؤمن وخاصه المسيحي يا دكتور اشرف انه الانسان لازم يكون دائما مش انه نكون مبسوطين بالحياه الرب اللي اللي كوننا هي من من فرح وكيف شلون كان ايوب هو مثال حقيقي جدا باللي نحن نشتركه كمسيحيين انه كان وضعه المادي كويس ووضعه العائلي كويس وكل شيء ما عندوش لا مشكله بالامراض ولا شيء ما هو أنت الانسان يبين بالضربه يبين بالضربات تبعه تمسك ولم يترك وحتى م امراته كانت بجانبه yeah. توبخه نحن انا بس بدي اعطي مثالين كثيرين كويسين من اخوه مؤمنين اخ اخت بعرفها من الكنيسه ماتوا اولادها خلال شهر بالضبط في حادث مش لانه كانوا مسرعين صدفت انه كل واحد حجمه يختلف تماما البسمة لم تقع من وجوههم يا اخي دكتور اشرف نشكر وخالت. ربنا آه. الرب اعطى والرب ياخذ وكمان رجل نفس الشيء ابنه مات كمان عمره 23 سنه كمان بالكنيسه نشكرك. وكمان ترى البسمه قال تمتعنا بالوقت انا بشكرك جدا شكرا لك شكرا هي مثال للبشرية كلها. شكرا. شكرا. شكرا شكرا اخي شكرا. جورج. أخي جورج. أه في عجاله انا نفسي اخلص الجدول ده وبعدين انقل السؤال يليت. لان السؤال انا عايز اخد وقت اكتر آه. لانه عارف انه في آه بعض المشاهدين فعلا نفسهم إنه نخش نجاوب على السؤال اللي... ده. آه. الاله البرد او الـ الـ الهيلز اللي نزل دون كان اله نوت اله السماء وشو حامل السحاب الجراد السني... سنيهم اله الحمايه من الجراد آمون راع اللي هو بتاع الظلام طبعا آمون راع المتمثل في الشمس الإله الخالص الأبقار هو فرعون كإله وخليفة فرعون ك... كأيضا إله م. ابن فرعون لكن حابب أرجع إلى السؤال اللي إحنا طرحناه السؤال الأساسي اللي طرح في الحلقة السؤال الأساسي اللي طرح لابد إن إحنا نحاول نجاوب عليه والسؤال دون بيقول الاتي مم. وانا طرحت السؤال دون ايضا على صفحتي على الفيسبوك مم. والسؤال بيقول ما هو ذنب كل بكر من ابكار المصريين مم. حتى يموت مم. يعني اوكي فرعون قص قلبه مم. طب انا انا راجل مزارع عايش بعيد عن فرعون بسمع كلام فرعون فما ذنب ابني اليس هذا ظلم ودليل على ان الله قاسي ومنتقم ومحب لسفك الدماء ده ده السؤال اللي بيتقال وده اه الاعتراض على اه ايضا على صلاح الله فيه وعلى ايضا رحمه ربنا طبعا احنا بنتكلم على الضربه العاشره الضربه العاشره اللي هي ضربه موت الابقار بالظبط لما م. نيجي لما نيجي للضربه دي الضربه دي اتكلم عنها الكتاب واتكلم عن تحقيقها فانا هتكلم عن النبوه بيها وهذكر كمان تحقيقها وبعدين هتكلم اتكلم عن فضل. ازاي نراها يقول الرب كده لموسى في خروج 11 هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسي إلى بكر الجارية التي خلف الراحة وكل بكر بهيمة ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا ده اللي قاله الرب لموسى كويس ونشوف تحقيقه بقى ده تحقيقه في خروج 12 فحدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسي الى بكر الاسير الذي في السجن وكل بكر بهيمه فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصر لانه لم يكن بيت ليس فيه ميت يبقى التحقيق بتاعها تم كويس انا لما طرحت السؤال ده جاتني بعض التعليقات ممكن وانا ليها. حابب اشارك آه. بالتعليقات اللي, اللي جاتني اتفضل اول تعليق آه يعني انا مش هقول كل التعليقات لكن هقول بعض التعليقات آه من آه الاخ اسمه عصام قال وما ذنب اطفال العبرانيين يعني م. انا بقول ما ذنب اطفال المصريين هو سال سؤال اخر قال وما هو ذنب اطفال العبرانيين <applause> آه مها بشرى قالت لنا: حاشا ان يكون الله ظالم الخطيه هي التي تاتي بالعقاب والعهد القديم معامله ربنا ليهم مختلفه عن العهد الجديد بسبب غلاظه قلوبهم. آه واحد ايضا اخ اسمه مجدي آه سند قال لنا مثل قتل فرعون لاطفال العبرانيين يعني مات اطفال المصريين لانه فرعون قتل ايضا اطفال العبرانيين. آه، الاخ عاطف قال لنا قتل ابن فرعون لانه لم يدخل تحت حمايه دم الخروف. اخ اخر آه، اسمه اسحاق قال لنا قتل الاطفال هو لاعطائهم حياه ابديه فلو تركهم فلو تركهم الله لاصبحوا عبده اوثان يعني ربنا من رحمته موتهم عشان لا يضمن حتى ابديتهم. ثانيا الله انذر كل الشعوب الوثنيه في عهد ابراهيم انه ان لم يتوبوا سيقضي عليهم ولم ينفذ هذا الامر الا في عهد موسى اي بعد حوالي 600 سنه. م. كمان آه آه وسيم آه سمويل قال: ارى انه قضاء الهي وشرط وضعه الله للخلاص بعد اعلان الله عن نفسه في تسع ضربات، يعني الله اعلن عن نفسه في تسع ضربات ولم يستجب. فكانت دينونه الله على الاسره التي رفضت الشر الشرط الالهي او التحذير الالهي ان يموت البكر وهنا ليست دينونة على البكر في حد ذاته لأن روحه ستذهب للرب فلن يكون هو المدان بل الأسرة. كمان عندي تعليق آخر البعض قال أنه إحنا منتظرين الإجابة سؤال سألته لنفسي كتير وقلت فين عدل الله محتاج تفسير وإجابة لأنه أكيد الله غير ظالم وعادل، البعض طبعا قال لي لا الله ظالم يعني انه يعمل كده الله الله ظالم. ورأي حضرتك؟ رأي انا انا هقول بعض الاشياء اللي تحاول تخلينا نفهم الضربه دي في منظورها الكتابي. جميل. لازم ناخد خل... الخلفيه التاريخيه دي هترجعنا شويه الى اللي احنا قلناه عن سفر الخروج. م. خلفيه تاريخيه لعبوديه شعب اسرائيل، في ثلاث حاجات مهمين قوي لازم نعرفهم واحنا بنتكلم عن العبوديه. م. طول فتره العبوديه كام سنه؟ مئة 400 400 سنة. سنه فانت مش مستعبد شعب سنه واثنين وثلاثه انت مستعبدهم 400 سنه م. لو انت قلت انه الجيل هو 10 آه سوري الجيل اربعين سنة, سنه يبقى عندك عشر اجيال من بني اسرائيل ورا بعض مستعبدين كويس دي حاجه كثافه العبوديه كثيفه جدا م. كان قسوه الشعب المصري بقياده فرعون وكل عبيده جدا وهوري بالايات هذه القسوه ازاي مش بس اللي اشترك فيها فرعون لكن اشترك فيها كل المصريين دور كل المصريين في عبوديه بني اسرائيل هل كان لهم دور ولا ما كانش لهم دور هل اللي كان بيستعبد بني اسرائيل هو فرعون ولا كل المصريين كشعب ده سؤال مهم بس لازم نجاوب عليه لانه هيقول لنا ايه هيقول لنا انه الشعب مذنب وليس فقط فرعون الشعب نفسه مذنب ما هو الشعب تحت يعني عبد المامور <applause> الشعب مش لا, لا الشعب ايضا اشترك في عبوديه قاسيه اذلوا بني اسرائيل نهارا وليلا اذلوهم يعني في قابلتين رفضتا كلام فرعون ما عمل لهمش حاجه موتهم ما, ما موتهمش يعني كان بسهوله قوي اي حد يقول انا مش هعمل كده او انا مش هشترك في كده انا هبقى حتى سلبي انا مش مش هروح بيوت العبرانيين واخطف الولاد المولودين واقتلهم كويس لكن المعامله دي اشترك فيها كل مصر شوف بقى ربنا قال لابراهيم قال له شعبك هيكون في او نسلك هيكون في ارض مصر 400 سنه ففتره العبوديه زي ما انت قلت كانت كام سنه م. 400 400 سنه دي حاجه الحاجه الثانيه كل الامه المصريه اشتركت في اذلال واستعباد بني اسرائيل ولهذا فكل الشعب المصري مذنب امام الله. كله اشترك. كله اشترك. مم. طب تقول لي ايه الشاهد الكتابي؟ اقول لك الآدم. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يزلوهم هنا بالجمع. يزلوهم باثقال فبنوا لفرعون مدينتي مخازن ورعمسيس ولكن حسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني اسرائيل فاستعبد المصريون يبقى مين هنا؟ مم. بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه يبقى المصريين استعبدوا بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل مش بس الطين واللبن كل ايه عمل في الحقل مين اللي يزرع مين اللي يحصد مين اللي يسقي مين اللي يهتم بالمواشي مين العبيد اللي عندك يعني اللي المصريين كانوا قاعدين ما بيعملوش اي حاجه بالظبط بس بالظبط كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا يعني ايه يعني عنفا بالكرباج بالكرباج يعني انا لو ما عملتش بلاقي الكرباج م. وممكن القتل ولا احسب ولا تحسب جريمه سخرة لانه عبد سخرة, سخرة سخريه تسخير تسخير اذلال اذلال مراره ليل نهار كويس ده اللي عمله المصريين ده ده اللي عملوه فاشترك فيه كل المصريين حاجه ثانيه وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخرى فوعه وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا ولكن القابلتين عملوا ايه؟ خافت الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر ثم امر لحد هنا الموضوع اوكي صح؟ م. ثم امر فرعون جميع شعبه. اه كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكي لكن كل بنت تستحيونه يبقى مين اللي كان بيقوم بالقتل هنا الشعب. شعب شعب يعني القابلتين خافت الله ولم تشترك اشترك في هذا الجرم بالقتل قتل مفيش عذر لكن للشعب الشعب طبعًا. عمل ايه مم. الشعب اشترك مفيش عذر للشعب انه واخد امر من فرعون ب... بانه ينفذ وفي نقطه مم. مهمه قوي اوقات كتير بنتخيل واحنا بنقرا النص الكتابي انه ايه انه الابن يولد او الطفل يولد وياخدوه واللي يولد ياخدوه يموتوه الامر غير كده الامر اللي زي ما احنا بنسميها سيرش اند ديستراكشن يعني ايه سيرش اند ديستراكشن يعني من حقك كمواطن مصري انك تدخل بيت العبراني وتبحث وتفتش مم. كويس واذا وجدت طفل مولود حديثا تاخده بيدك تقتله او تلقيه في النهر فيغرق فكانوا الاطفال ين هذا أي, اي واحد من الشعب المصري ليه الحق؟ الامر اعطي للشعب المصري يعني اي واحد ماشي اي, يدخل واحد أي بيت ماشي. عبراني اي واحد ماشي يلاقي يعني انا يعني مثلا انا انا مصري وداخل منطقه العبرانيين من حقي ادخل بيت العبراني مجرد سمعت عيل بيص من غير ما اسمع يه. انا هدخل ادور ده حق من فرعون ده حق من اه انا هدخل ادور ولو لقيت هنتزعه من امه ولا يحضم امه هقتله قدامها او هرميه في النهر اللي يموت الكلام ده كان على العبرانيين فقط الكلام ده كان على العبرانيين فقط طبعا م. اه ابن كل ابن الطفل عبراني فالامر المصريين اشتركوا بقسوه وبعنف حتى حتى احنا عندنا مخطوطات كتيره وعندنا آه كتابات كتيره مصريه تورينا على ايضا عنف المصريين في الحروب م. كويس يعني يعني المصري كان سوبريور يعني كان 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 سيد آآ آآ وكان سيد قاسي فالفكره هنا انه كان في قتل وظلم اشترك فيه المصريين كل المصريين يعني ما فيش عذر يقدر واحد من المصريين يلتمس لنفسه انا خدت الامر من فرعون انا عبد المامور انا ما اقدرش القابلتين أنا أقول لأ رفضتها انا أقول لأ ممكن 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 الامر ده وانا انا ما انفذهوش او ان انا اتغاضى ما بقاش مم. مشارك فيه. مم. يعني فرعون مش هيجي يدور على كل واحد مصري يقول له انت اشتركت ولا ما اشتركتش؟ ما هو يعني العامل فوقيه سيد والسيد فوقيه مراقب والمراقب فوقيه لحد بس فرعون بس المصريين احرار مهما كان كمصريين. مم. اه يعني فالفكره ان المصريين بالنهايه امام الله كله اشترك بالظبط الكتابي ده في خروج واحد حضرتك النص الكتابي بياكد لي اشتراك كل المصريين في التسخير والقتل. شوف الكتاب بيقول لنا ايه؟ فقال رب اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر وسمعت صراخا من اجل مسخريهم اني علمت اوجاعهم فنزلت انقذهم من ايدي مين؟ اه المصريين المصريين كشعب كامة ما قالش من ايدي فرعون كامة كويس حاجه النص الثاني يقول وأي... وانا ايضا قد سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب وانا اخرجهم من تحت أثقال المصريين وأنقذهم يبقى أثقال مين؟ المصريين, المصريين. وأنقذهم من عبوديتهم وأخلصهم بذراع ممدودة وباحكام عظيمة. نص تاني في محامية. كل المصريين هنا حتى كمان قال عبوديتهم يعني هم المستعبدينهم مب... آه. واستعبدوهم واستعبدوهم ويستعبدوهم بعنف. مم. كل المصريين بلا استثناء مذنبين قدام الرب. طبعاً مذنبين قدام الرب مم. كويس؟ آه ورأيت ذل نحميا يقول لنا تسعه ورأيت ذل أب... ورأيت ذل أبائنا في مصر بيتكلم الله وسمعت صراخهم عند بحر سوب وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه لأنك علمت أنهم بغوا عليهم نحاميا تسعه يبقى تسعه مين اللي بغوا عليهم مصريين م. افتروا م. عليهم 400 سنه احنا بنتكلم على على فترات طويله مش قسوه فرد ف... يعني ف... فال... النقطه الأساسيه اللي عايز اقولها م. النقطة الأساسية عشان نجاوب على السؤال ده أول آه. نقطة المذنب هو الشعب فرعون والشعب بالظبط آه. يعني فرعون والشعب كل المصريين مذنبين اشتركوا ولاجل هذا كان العقاب على كل المصريين م. مش بس على فرعون من من المية للضفادع للبعوض للذباب للدمام للمواشي للدمامل آه للجراد للظلام للابقار طيب <applause> يعني يعني دي النقطة مهمة مش عايزين ننساها انه الشعب مذنب أمام الله أمام الله حضرتك ذكرت لنا في الحقيقة أكثر من شاهد أكد الكلام ده من خروج 1 11 وخروج 6 5 وخروج ونحامية 9 9 لكن ليه ليه الله يختار البكر يعني ليه ما اختارش مثلا الأب؟ ليه ما اختارش الأولاد كلها؟ أنا هاجي للجزء ده ده سؤال آه حلو آه. آه في عندنا مفهوم كتابي البكر كتاب يعني م. ممكن واحد يعمل بحث كبير آه كتابيا عن, عن البكر في كتابه المقدس لانه م. ده 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 موضوع مهم قوي وبنقراه آه مرات ومرات وبنعرف انه آه في شواهد كثيره بتتكلم عن الموضوع المفهوم هو كل بكر للرب دي القاعده الكتابيه. م. الرب كخالق كويس وكسيد بيطلب دايما بكر والبكر اللي لازم تفديه مم. يعني بكر الحمار يفدى حتى بكر شعب بني اسرائيل خد اللوين ليكونوا أوه. له خدام مم. يخدمونه مم. كويس كبديل للأبكار فانت عندك بص سفر العدد يقول لنا ايه وها إني قد أخذت اللوين من بين بني إسرائيل اصحاح كم؟ اصحاح ثلاثة وعدد 12 بدل كل فاتح رحم من بني إسرائيل يبقى الرب بدل ما ياخد كل بكر من أبكار بني إسرائيل خد سبط كامل بديل كويس ليكون خادما للرب لان لي كل بكر يوم ضربت شوف بقى هنا بيقول ايه يوم ضربت ارض مصر ف... يوم ضرب ارض مصر هو ضربها بايه؟ الضربه الاخيره بالابكار, بالأبكار. يوم ضربت كل بكر في ارض مصر قدست لي كل بكر في اسرائيل من الناس والبهائم ليكونون لي انا الرب يبقى كل بكر هو من حق الله كويس كسيد كل بكر حتى بكورات غنمك بكورات غلتك بكورات حقلك بكورات اموالك بكورات نسلك زرعك كل بكر هو ملك للرب ده قاعده كتابيه حتى الكاتب المزمور قال ابكر يعني يعني فدي حاجه الحاجه الثانيه وكلم الرب موسى قال قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس والبهائم انه ايه لي ده امر الرب في خروج 13 طب نيجي لنقطه اخرى مهمه هذا معناه ان كل بكر من كل شيء في مصر في ذلك الوقت سواء بكر المصريين او بكر العبرانيين هو ملك المين للرب للرب اوكي الرب ابكار المصريين خادحه بطريقه انهم ماتوا طب اكبر بني اسرائيل قدسها بخدمته اه فال ال 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 دي دي مهمه قوي احنا بنفهم الفرق بين الاثنين بقى م. خلي بالك شوف رب كان دي قاسي حتى على شعبه قال لشعبه ايه قال لشعبه انه البيت اللي مش هتحط عليه دم كويس مش بس البكر اللي هيموت ده كل فرد في البيت هيموت اه طب يا رب بيوت المصريين مش عليها دم انا مش هاخد كل فرد انا هاخد البكر مم. كويس يعني يعني البيت العبراني اللي ما حطش الدم مات كله طب البيت المصري اللي ما عليهوش دم مات في البكر يعني البيت العبراني كله يموت بالظبط طب ايه اللي بقى يعني إيه؟ لانه لانه قد ايه هذا الشعب الرب اداله انه يتغطى بالدم ويحمى بالدم وعرف عرف مين هو الله وليه علاقه وعهد مع الرب كويس حضرتك فبالتالي دايما الدينونه من بيت الرب اقوى من دينونه اللي يعرف اكثر من دينونه الذي لا عارف. يعرف ده اللي انا عايز اعرفه دينونه اللي يعرف انت عندك أكثر. الوصيه انت عندك الوصيه وعندك أوه. المكتوب وعندك يعني اللي سمع صوت الرب مره واتنين وثلاثه واربعه ورافض غير اللي ما سمعش دعوه ربنا أو اللي عنده نور كبير غير اللي عنده نور قليل. كويس؟ بحسب معرفتك بحسب النور اللي عندك. بس في الوقت ده ما كانش فيه شريعة. ما كانش فيه شريعة بس كان فيه موسى. والله كان بيتكلم من خلال موسى. والله يعني. هو ادالهم التفاصيل كلها بتاعة الفصح. اه وموسى كوميونيكيتد كل دون للناس. يجي بقى واحد بيت ابراهيم مشاه إيه وفصح إيه وندبح إيه؟ لا, لا 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 ولا يحصل حاجة. كويس؟ مش هو بس البكر اللي هيموت ده هو ومراته وعياله وبكره هيموت في حين بس. ان المصريين اللي هم اللي اشرا اللي استعبدوهم وهم اللي اذلوهم اللي هم اللي يستحقوا الموت فعلا بالزاب. بس البكر البكر اللي هو اللي مات هقول لك بقى م. في جزء حلو قوي خليني اعدي الجزء اللي احنا شفناه م. في جزء مهم ملاحظات عايز اختم بيها في الجزء ده واحنا بنتكلم عنه اه موت كل بكر ودي نقطة مهمة زي ما قلت أنه كل المصريين كانوا مذنبين قدام الرب أوعى ننسى الجزء ده لأنه بعدم بنسياننا أو إهمالنا الحقيقة دي مش هنقدر نفهم لأن الدربة لأن ده اللي بيجاوب على سؤالنا الرئيسي أنه الله مش بظالم ولا بقاسي حتى يحكم بالموت على كل بكر من أكبر المصريين لأنه كله اشترك موت كل بكر لم يكن عقاب للأطفال أقولها تاني موت كل بكر من أبكار المصريين لم يكن عقاب للأطفال لا. ولكن كويس كما أن موت المواشي لم يكن عقاب للمواشي ولا البرد كان عقاب للأرض لكن كل هذا كان لضرب قوة مصر وإضعافها وضرب اعتقادها في الآلهة الوثنية التي ظنت أنها أقوى من الرب فالأبكار ماتت لا لأنها أخطأت ولكن بل لأن الأمة بأكملها قد أذنبت يعني كويس يعني يعني, يعني, يعني ايه؟ يعني نقولها بالبلدي قولها يعني عايز يوجع قلب ابوه مثلا عليه؟ هقولها تاني أه. 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 اه يعقوب قال عباره حلوه قوي م. لما تفهمنا شويه م. يعني ايه البكر في م. في سفر التكوين وفي اصحاح تسعه أه. 39 49 سوري م. لما جاب يعقوب اولاده الاصوات الاثنى عشر قدامه قال ايه؟ قال أه راؤوبين رأوبيم يا جمالك يا رأوبيم قال عنه إيه أنت بكري قوتي قوتي فضل الرفعة وفضل العز م. يعني إيه كلام البكر هو قوة الآب البكر هو السند فخره البكر هو الوريث اللي هيكمل ويحمل اسم الأسرة و... ويحمل مسؤولية ويكون لعزه الاب ولقوه الاب هو رمز قوه الاب ويعتبر الرجل الثاني في البيت بعد بالزبط. الاب بعد الاب فانت عندك لما تضرب البكر انت بتضعف قوه مصر معش كده قلت الهدف ليس ليس انه الله قدام الالهه انه انا بقى ايه آه، هي الهي آه، انتصر عليكم مش ده الهدف الهدف هو انه ربنا من خلال الضربات دي يكسر روح مصر روح الكبرياء والقسوة والتسخير والعبودية والموت اللي تسببت فيه لعشرات بل مئات الألاف من البني إسرائيل الذين عزبوا على مدار التاريخ هل ده كان رد من الله على ذبح المصريين لأولاد هاجل الجزء العبرانيين في الصغر؟ هاجي للجزء ده لان ده جزء ده مهم م فزي ما قلت البكر هو قوة الآب هو قوته وموت البكر هو اضعاف مم. هو اضعاف يعني اصعب شيء على الاب انه يموت اي حد من ابنائه مم. بس ولا البكر سيما ولا سيما البكر. البكر, كويس لانه ده اول فرحته بالزبط. واول وبيعتمد عليه اعتماد كلي في انه كمان في الزراعه والشغل كل وبير. حاجه هو 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 هو, هو رمز العزه مم هو ده القوة بتاعتي. مم يعني عشان كده نلاحظ انه ان النقطة الأساسية ليست في المقارنة بين الإله الحي يهوى وبين أوثان مصر، فليس الموضوع أن يهوى أقوى من ألهات مصر. مم لكن الموضوع متعلق بالحياة والموت، فالرب يجبر فرعون الممثل للآلهة أن يتوقف عن القتل والعبودية والإذلال لملايين الناس. إزاي ربنا يوقف روح القتل والدمار اللي كانت في فرعون والمصريين تجاه بني اسرائيل. دي دي النقطه الاساسيه. طبعا. انه انه هناك روح دمار، روح قتل، روح إزلال روح تسخير، كيف لهذه الروح ان تتوقف؟ م. فده اللي كان بيعمله ربنا انه م. يضعف قوه مصر، قوه المستعبد. فاظهار القوه لم يكن اختيار الله الاول. الله ما بدأش بموت الأبكار مم. الله ذاتس لاست ريزيرف يعني يكون في شعبين شعب مثلا إيه يعني صغير كده وشعب كبير يعني مثلا زي زي ما احنا شايفين النهارده مثلا ما بين أمريكا وكوريا الشمالية كويس كوريا الشمالية عايزة تظهر إنها بلد كبيرة كويس فعمالة تغيظ <applause> تغيظ اليابان وتغيظ أمريكا وتغيظ البلاد دي ما بيروحش على طول رامي قنبله نوويه ويدمرها. بيعمل ايه؟ بيفرض عقوبات اقتصاديه بيعمل شويه اجراءات كويس؟ لكن اخر حاجه ممكن يعملها ايه؟ ان انا اعاقب ال... يعني اظهار القوه بقى لو انت عايز تظهر القوه العسكريه اوكي تعالى بقى نظهر القوه العسكريه نشوف. فالاظهار قوه الله ها؟ واعتقد برضه آه... ان الله برضو ما اظهرش يعني حاجه لا يعني لا تذكر من قوته لم يكن الاختيار الاول البكر. يعني, يعني ممكن انا عندي اربع اولاد في البيت لما يروح البكر هحزن طبعا وموجعه زي ما حضرتك قلت وزي ما راؤوبين الله اتكلم عنه يعقوب بهذا الشكل اللي. ولكن أه بعد وقت خلاص هتعزى آه. وهرجع وممكن اتوب او اعرف ربنا عايز يقول لي ايه في حياتي او الى اخره وعندي اولاد ربنا مديني تاني شوف ال 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 الموت في نظر الله عدو م. لازم نفهم كده منظور العهد الجديد والعهد القديم، الموت عدو واخر عدو يبطل هو الموت، المين. كده ربنا لا يسر بموت الشرير. م. الله لا يسر فكيف يسر بموت البريء؟ فالدينونه ليست مسره الله. يعني ان الله يدين مصر مش هي دي مسرته. ومش ده فرحه قلبه يعني يعني مش 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 كل ما يعمل حاجه ومصر تخرب بينبسط، لا, لا بيحزن. لا يصر بموت عشان كده فهو لا يسر بموت الشرير بل بان يعود ويحيا فاخر يعني حاجه ممكن ربنا يستخدمها انه يميت هو مش عايز يعمل كده يعني يعني فالنقطه فاذا كان الله لا يسر بموت الشرير فهل يمكن ان نتخيل انه يسر بموت الابرياء؟ اكيد طبعا لا لا الله لا يسر بموت الابرياء ايضا عش شوف هقول لك أعمل مقارنه بسيطه اوريك الصورتين ازاي متناقضتين م. لكنها بتورينا حاجه في شخص الله اوقات كثيره ما بنقومش واخدين بالنا بالنا منها نينوى مدينة العظيمه م. نينوى يعني بس الواحد يقرا سفر عبيديا ويعرف يعني نينوى آه آه او او سفر يونان يعرف م. ايضا آه آه عن نينوى وكمان صفانيا يقدر يعرف الواحد كتير عن قوه نينوى الفكره الاساسيه انه نينوى ربنا بعت لها يونان قال له روح وايه؟ وبشر اهل نينوى. اهل نينوى آمنوا بالرب وتابوا دون ان يروا معجزه ولا آيه ولا ضربه واحده من ضربات الرب. صح؟ م. يعني مجرد يعني أنا مفيش اسهل من كده يعني يعني احنا عمرنا ما شفنا حمله كرازيه ناجحه زي زي اللي قادها يونان. يونان هو قال كام كلمه كويس انه بعد 40 يوم تنقلب المدينه ده اللي قاله آه. كله رجع كله رجع مم. والرب الرب قال انا مش هدمر المدينه دي انا مش هدمرها ليه لانه الناس فيها خلصت الناس فيها رجعت انا عايز اكتر من ايه من كده بس كويس ونينوى امنت و... 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 وملك نينوى امن والرؤساء آمن والشعب امن دون ان يرى آية ولا ضربة ولا معجزة من معجزات الله أما فرعون فبعد أن رأى تسع ضربات وكانت كل ضربة أقصى من الثانية إلا أنه مازال هو وشعبه أيضا في عناد ولن يريد أن يطلقوا شعب إسرائيل كان ده, بيوريك ده قد إيه المقارنة بين الاثنين الله أعطى فرعون تسع فرص أوه. سؤالي لحضرتك يعني هل دي كانت ضربة الأبكار هي رد لكل الاطفال اللي كانوا بيذبحوا انا هجي لك الإحصائية هاجي آه. الإحصائية اوكي انا انا مخلي الجزء ده لان عندي أوكي. احصائيه يعني هتورينا قد ايه البشاعه الله اعطى فرعون تسع فرص للحفاظ على شعبه وارضه لكنه اضاعها كلها موت كل بكر م. حدث كم مره في مصر؟ مره مره في ال 400 سنه حصل ايه؟ مره وفي التاريخ كله حصل ايه؟ مرة موت كل طفل من اطفال العبرانيين حصل كام مرة؟ تعدش مرات يعني ممكن الام يموت ابنها تيجي بعد كم سنة تولد تاني املا في ابن تولد تاني وتاخد التاني وممكن الثالث ده غير منظر الموتى. ده غير منظر الموتى ما زال. المصري صحي ف... لا ابنه جنبه ميت لكن ف... ال... وغير كده المصريين وفرعون كان يقتل من العبرانيين الكبار حتى المسخريهم اللي بيسخروهم كان يقتل منهم كل يوم وكل شهر وكل سنه. هو كان إنما غرض كان غرض فرعون انه يبيد يب... انه يوقف يوقف نموه. م... م... اه ما هو الغرض انه يوقف نموه انه انه يصل الى مرحله انه الشعب العبراني بيقل كويس هاجي للنقطة دي عشان الوقت عندنا قتل آه. قتل فرعون كان كل ابن ذكر وليس فقط الابن البكر فرعون لما قتل قتل كل ابن ذكر وليس فقط الابن البكر يعني ممكن البكر يضيع والأم يعني تجدد الامل وتحاول انها تعوض اللي ضاع فتحبل تاني فياخد ياخد التاني منها ف... لكن فرعون اتخذ منه ابن بكر بس كويس دي الحاجة الحاجة التالتة أو الرابعة أطفال المصريين ماتت بطريقة إنسانية مم. احنا بننسى ده أطفال المصريين ماتوا هم على السرير مم. ال النفس خرج بس إنما الطفل مات مم. كويس لم يلقى في, في, في النيل ويغرق أو لم يشق بطنه بسكينة أو لم يذبح كطفل يعني يعني مات وهو عسير كل واحد لقي ابنه البكر ميت موتة إنسانية ما فيش ما تسيبش أثر في نفوس الأب ما تسيبش أثر في نفوس قاسي. الأب بينما أطفال العبرانيين قتلوا رموا أحياء في النهر اللي يغرقوا ده ده الموت البشع كويس هاجي للجزء بقى اللي انت بتسأل اشتراك في برنامج التسخير والإزلال والقتل كل المصريين وكان الدافع هو كروههم للعبرانيين طيب آخر جزء بقى مقارنه حسابيه بسيطه دي بعض العلماء اليهود والمفسرين قالوها لنا مقارنه حسابيه بسيطه تؤكد ان خطط فرعون تسببت في سفك دماء العبرانيين بأعداد لا تقارن بموت البكر من ابناء المصريين بعض المفسرين يقولون ان من مات بالضربه العاشره لا يتعدى سبعين الف من المصريين سبعين الف بكر من المصريين بينما من قتلهم فرعون وشعبه من العبرانيين على مدار السنين يتعدى ال 2 مليون و750 الف شخص. فانت انا معرفش النسبه دي تحطها بنسبه قد ايه؟ نسبه 2%؟ واحد يعني 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 بكتير كويس؟ يعني يعني حتى بنتا. ضربة الأبكار كانت رحيمة فضربة الله. الأبكار كانت أرحم من الله. اللي عمله فرعون وشعب المصريين عشان كده لما أقول هل الله بيظلم؟ الله ليس بظالم أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً هو يصنع عدلاً نعم هو يصنع عدلاً نعم هو يصنع عدلا. أنا مش عندي كل الحقائق أنا مم. بس بقرأ النص صح لكن هو يصنع عدلاً مم. وهو أيضاً ديان كل الأرض وهيجي ويدين أيضاً في آخر الزمان وهنقف قدامه كلنا آه كل من عايش على هذه الارض هيقف قدام رب ليعطي حسابا عما صنع شرا كان ام خيرا مم. والانقاذ الوحيد هو في شخص المسيح مم. هو الرجاء الوحيد لان كل الذين في المسيح ليسوا من ابناء الدينونه امين امين بشكرك دكتور اشرف على كل الافاده اللي رب افادنا بيها من خلالك احبائنا في كل مكان هختم بالكلمات اللي قالها الرب يسوع نفسه لما قال انه ذاك كان قتالا اقدر اقول بكل جراه أنه فرعون مسكين من اول فرعون لاقل مصري كان بيسخر في شعب الرب كان ابليس متحد بيه وكان ابليس بيستخدمه في قتل وسفك كل دماء المصريين أدعوك عزيزي المشاهد أن تكمل معنا دراستنا وتكمل معنا رحلة دراستنا وتأملاتنا في سفر الخروج في الحلقات القادمة أتركك في رعاية الرب يسوع المسيح وأشكر أيضا أسيس دكتور أشرف عزمي على كل بالكبير. ما ترجمه لنا وتصلوا له كتير وتحطوه وتذكروه في صلاتكم دايما واذكرونا دايما واذكروا برنامجنا في صلاتكم دايما إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة لكم مني كل الشكر رب معكم